مرحبا من جديد. في ضيوف مش ممكن إلا أن نتوقف عندهم ونخصصهم بجلسة خاصة. السبب هو أنه أغنيتهم إما أنها بتكون أضافت شيء للأغنية العربية أو أنها استطاعت أن تحتل ولو ركن صغير أو زاوية مميزة. بناء على رغبة وطلب ضيفتي الكبيرة بتواضعها وفنها ونجاحها، رح رحب فيها بس باسمها. ست ماجدة الرومي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. التواضع هو صفة من صفات الناس الناجحين والكبار، وحلو كتير أنك تطلبي مني أني ما أعمل إطناب بالتقديم. قبل ما أسألك، غنيتك إذا احتلت ركن مميز وشو هو ميزته لهالركن، بهمني أعرف قديش أنت داخلي في أغانيكي، شو موقعك من غنيتك؟ تعرفي ست مدلين، أنا لما بلشت أغني لحقت لوين هالصوت بده يوديني. ما فكرت بحدا ولا بشي، فكرت اني الحق شعوري واحساسي لوين بدي يوصلني، والحق طبيعة صوتي، وحاول بكل جرأة، حاول اعمل تجربة خاصة فيي. انا برأيي انه كل شي بالحياة نقال، وبالفن كل شي نقال. اذا بس فكرنا انه شو هالناس الكبار اللي مرقوا قبلنا عطيو من اشياء جميلة رائعة، بحب ببطل يغني بيعجز عنه. ايه ما ببطل يغني، بس بدلني فكر انه كل واحد لازم يحمل عمله وجهة نظره. من هون انا بفوت على كلمة بحاول اني تكون كتير بحبها، لان اذا انا ما بحب الكلمة ما بكون في علاقة صادقة معها. اذا ما في علاقة صادقة معها في كذب، اذا في كذب في حدا ما بيوصل للناس. ولكن في شيء ست ماجدة، يعني ما بيكفي تحب الكلمة، اللي بدي أعرفه قديش بتقرر الكلمة. لا شك أنه الغنية هي كلمة ولحن وأداء. أول شيء فوت على الكلمة، بعدين من هون بيبدأ دور اللحن. اللحن مش بصعوبة اختيار كلمة، بيتهيأ لي مرات إذا كانت الكلام كمان الكلمة بتعني شيء للملحن بتحسي بينفعل فيها، كأن بيبقى إلا شيء جناحين هيك وبتطيروا معه. بكون أول مرحلة، أول خطوة من خطوات النجاح بالنسبة لإلي هي الكلمة. بعدين إنه لما بجيب الكلمة وبيجي اللحن، بضل مسؤوليتي تجاه الكلمة واللحن إني حبهم كتير وإنه أقدمهم بشكل كتير صادق. على هيك عم بعتمد بشغلي، بتمنى إنه عقد ما عم حاول إني أعمل علاقة صادقة مع أعمالي إن العالم تشعر بهالشي. بعتقد إنه لمساتك جد واضحة بأعمالك. الكلمة رقيقة مثلك، مثل وجهك، مثل حضورك. مش معقول إلا ما تكوني متدخلي. مرات أنا بحس أنا عم بسمعك بأغانيك المتنوعة وكأنك أنت اللي كاتبة. لا، أنا ما بكتب شعر. ما بتدخلي بتغيير جمل الكلمات؟ يمكن مرات كلمة أو كلمتين بس بدل القرار النهائي للشعر. بس بتدخل من الأساس، من الأول، إنه إذا كانت القصيدة ما بحبها ما بغنيها، خاصة من فترة لليوم. يعني أنا كنت فكر من 5 سنين شيء، من 2 سنين شيء، اليوم بفكر غير مبارح. كل تجربة بتزيدني خبرة. صحيح. بقعد لوم نفسي إنه ليه مبارح ما كنتش فكر مثل اليوم، ليه ما كان عندي هالتصرف هيدا بعملي. وبعدين بفكر إنه كل شيء بده ياخد وقته، كل صحيح. خطوة بدها تجي ورا التاني. صحيح. الكلمة هي حجر الأساس في الأغنية الناجحة، هيدا متفقين عليه أنا وياكي. فممكن تقولي لي الكلمة اللي بتمس ماجدة الرومي أكتر شو هي؟ تحكي عن شو؟ ما في موضوع معين، ما في أي شيء، ما في موضوع خاص. الشيء اللي بيدقر القلب بس. بغض النظر عن شو كان، بيحكي عن أطفال، بيحكي عن وطن، بيحكي عن حبيب، بيحكي عن أهل، بدك إياه. المهم يكون في له مطرح بالقلب، والقلب قادر يفهمه وينبض معه. حلو. الكلمة إنها تكون حاملة هوية إنسانية. طبعا. حكيتي عن اللحن وقلتي انه البداية هو الكلمة الاساس. اللحن ممكن يكون طبعا كتير مهم، انما بياخد وحي وقدرته من الكلمة، بيبقى الاداء. ادائك بالفترة الاولى كان منطبع اوبراليا بهالصوت السوبرانو العالي، ليش وكيف وشو السبب؟ ممكن تخبري الجمهور؟ ما في يعني له خلفيات. بهالبساطة كان عندي صوت قادر يأدي هاللون،
وأول اختيار لإلي كان لما اشتركت ببرنامج للهواة، اخترت أغنية لأسمهان اسمها يا طيور. تعرفي كان فيها شرقي وكان فيها الصوت الأوبرالي، هالمزيج بين الصوتين يلي كنت حاسي أنا أنه فيني أديون. ومن بعد هيك اجوا الملحنين يحبوا يستغلوا كل هالمدى بالصوت، فقعدنا فترة يعني الأعمال اللي يعطوني إياها تكون بين الصوت الطبيعي والصوت المستعار، لحد ما هلأ المستعار يعني الأوبرالي يعني. لحد ما هلأ صرت أفكر أنه لا، يعني مش ضروري إذا أنا عندي صوت أوبرالي بكل غنية نحطه، لأنه عندي ما في، مش هيك برأيي لازم يكون الشغل. نستعمله لما بتطلب الغنية أنه نستعمل هالصوت، لما ما بكون في حاجة ما بكون في ضرورة مش لازم. يعني كل واحد عم بيقول للتاني أنا هون، أنا ما بحب هيك، ما بحب أبدا هيك. أنا بفهم المغنى تعبير عن حالي، حالي إنسانية. إذا عزته بمطرحه بكون كتير منيح، إذا ما عزته مش هون محله خليه بالبيت. الصحافة، أنا ليه سألتك السؤال؟ دائما بتساعد وقليلا ونادرا ما بتجرح، خاصة إذا كان الفنان كبير وناجح. ريتلك هيك هنيك مجلة بتقولي فيها أنا اخترت الغناء الأوبرالي لأنه كنت حاسة أني بدي غني شي فوق، وما لقيت شي فوق غير الأوبرالي. تتبني هالوجهة النظر اللي أجبتي فيها ولا يمكن لا؟ يمكن فهمتيني غلط. فوق بعني فوق الصوت العالي. تعني بالفوق صوت العالي، صوت العالي اللي جاي من راسي. يعني ممكن انك كنت توصفي الا من خلال هالنوع من الغناء، لانه في تعقيب انه قالوا لك انه اوبرالي يعني فوق، فقلت لا لا مش لا هيك مش كنت هيك. عم بحكي عن شيء وكان هالحديث من ضمن حكي الي انه اول ما بلشت اغني انا لما جيت اختار اغنية اشترك فيها مع الهواة ما كنت اعرف بالكلمات التقنية تبع الاشياء. يعني بدي أعبر بشكل من الأشكال، قول إنه أنا بدي غنية بغني فيها هيك، بس بغني فيها فوق، بغني فيها فوق. والفوق كان بالنسبة لي هو الصوت الأوبرالي. بقى خالك كان له علاقة في الموضوع ابن كمان؟ خالتي هو يعني أنا بتعرف ربيت بعائلة بحبوا الفن، مغرمين يعني حافظين كل شيء في أغاني، يمكن من أول ما بلشت الأغنية. قل له كتير، ضلني قل له بدي غني فوق، يغني فوق. قل لي شو غنيت، شو يعني بتقولي بدك تغني فوق؟ قل له هيك يعني هيك، وصير سمعه. قال لي أنا رح أجيب لك وحدي فوق. وراح جاب لي يا طيور وقتها، وكانت البداية مع يا طيور. أنا ما بحب أحرجك لأني كتير بحبك، بس بتتصوري فينا هيك يا طيور صعبة؟ لا عراحتك، شوفي قديش خايفة إني أجرح هالنقاوة اللي فيكي. فبتحبي تسمعينا شيء؟ بس أنا يا طيور عم حضرها لأقدمها للعالم العربي بالشكل يلي بتليق بمكانتها مع أوركسترا كبيرة. بقى تركي لي هالمفاجأة للناس. أنا بحب الإجابات الذكية، بحبها. طيب ماشي الحال، بنحكي عن الشق اللي ذكرتيه حضرتك اللي هو البيت الفني. الموسيقار الكبير المرحوم والدك الأستاذ حليمة الرومي تارك فيكي كتير أثر، ممكن تخبرينا عن هالعلاقة المميزة وعن الأثر اللي تركه بغنية ماجد الرومي؟ أكيد تعرفي أنا ربيت ببيته، وربيت ببيت فنان كبير. جو البيت كان فن، يعني كان اختياره لوالدتي فن، هي من الرقة ومن الزكاة ومن الأنوثة بأنها كانت فنانة. هي ما لها علاقة بالفن بس هي فنانة. صحيح. يعني الفن مش بس الناس اللي بيغنوا، ولا الناس اللي بيعملوا شعر، ولا الناس اللي بيرسموا. الفن كمان بأطباع الناس، هيدا فن تاني. هو اختار فناني هيك، فناني بأنوثتها، بقديش قدرت تكون أم. وكان بيتنا بين براري وأشجار، ومثل ما بتتصوروا طبيعة لبنان، عهونيك تلي من أجمل ما يكون، مطلي على بيروت عالدني. وربيت فن بقلب البيت، من أهل من أسرة فيها ترابط كتير متين، من فنان بحب الفن. تسمعي عنده أصوات عظيمة، بتجي هيك بالليل، بتجي بالليل لما ننام بقى فاتح الراديو ويغني هيك، وبرا طبيعة عصافير، زهور من البديكة. يعني أنا فيني أكد لك إنه بعرف كل شي في أصناف زهور، كل شي في أصناف عصافير. حقيقة ساعدني هالجو بأنه أفهم الفن بكير،
وبعدين لما صرت ندفي أوعى أخذت عنه طريقته بالتفكير بالفن. كيف بفكر؟ بفكر إنه الفن رسالة سامية وإنه مش وظيفة الفن بس نسلي العالم، يعني هي أكتر الفن أكتر من هيك. الفن لازم تكون وظيفته الأساسية إن تهذيب نفوس الناس، ومن هالمنطلق تعدي معي وامشي. بدي ذكر الجمهور عن ضيعتها اللي حكيت عنها، تبعيت لي فيها العصافير والأجواء الحلوة. كفرشيمة ضيعتها على تلي بتشرف على بيروت، طلعت فيلمون وهبي، رح سمي الأسماء الجديدة مع أنه في أسماء كمان داخلة بالفن قديمة، المرحوم فيلمون وهبي، عصام رجي، ملحم بركات، ماجد الرومي، حليم الرومي، بدون ترتيب طبعا مع احترام الجميع، مين بعد؟ ساعديني. إبراهيم ونصيف الياوزجي. أها مين بعد فيه؟ كتير كتير، يعني حقيقة لما نحكي مين طلع من كفرشيمة ضيعة كتير عطيت فنانين للعالم، وكانت غريبة يعني بهالشغلة هاي. حضرتك كنتي بإجابتك جد ذكية وظريفة إنه ما بدك تغني لا اسمهان غنيت يا طيور في إلها قالب جديد، بس ما بتعملي تحية للوالد؟ مش معقول إلا ما تغنينا لو إنه شوي من عطر. بس قبل ما أقول لك عطر بس بدي كفيلك، تفضلي، إنه قلت لك إنه أخذت عنه طريقته بالتفكير، ومن بعد هيك لما فعلا بديت حياتي الفنية وكنت بحاجة حقيقية إنه يوقف حدي، يعني انسرق من الحياة، وكانت هالشغلة بالنسبة لإلي يعني صدمة كتير كبيرة. يعني أنا كنت كتير كتير حبه لأفقده هالقد بكير، كتير عوز خبرته كفنان بوقت أنا عم أسس حياتي الفنية تيروح هالقد بكير. بقى صرت فكر من باب المسؤولية إنه أنا شو لازم أعمل لإلي وشو لازم أعمل لإله، كيف لازم فكر أنا وشو كان لازم شو كان هو فكر لو كان حد حلو. وصدقيني ما فيني أنسى لحظة بحسه جزء من صوتي، وبحسه جزء من فرحي بكل نجاح. يعني أنا كل مرة بكون فيها بالمسرح بتونس، عملت حفلة على مدرج كارتاج كان فيها 23,000 مشاهد بمدرج بساعة، قالوا لي 8,000 شخص. شو بتتصوري أول شغلة عملتها من بعد ما خلصت هالحفلة؟ طلعت بالسما هيك، حسيت إنه هو مشي مطرح عم بيشوفني. جميل. كتير سعيدة إنه يكون هالنجاح جزء إلي أنا من جسدي وجزء تاني من روحي ولإله. حييكي على هذا الوفاء الأبوي الجميل، الأهل ما بيتعودوا، كتير كلامك مؤثر. الله يخليك. فينا نسمع عطر؟ يا أكيد. غني أحبك أن تغني وتحدث الأطياب عني، غني أحبك أن تغني وتحدث الأطياب عني، غني فما عرف الهوى أحلى على النغمات مني، أنا في الغناء قصيدة حسنة ألم أنضم بلحني، غني غني غني. الله سلم هالتم الحلو. هلأ عرفنا قديش الست ماجدة موجودة بالكلمة وباللحن وبالأداء، وشو هي الأشياء المؤثرة في نشأتها وفي غنيتها. بيبقى في شغلة سمعتها مرة من الأستاذ الكبير المسرحي والفنان الشامل روميو لحود، بيقول ما بيكفي الفنانة تكون ذكية بتدخل بكلمتها وبلحنها ومتابعة نفسها أدائيا، كمان هناك صناعة نفسها، يعني على جسدها على طلتها هناك في أمور لازم تنتبه لها حتى تصنع هذه النجمة. فممكن تخبرين عن الناحية شوي؟ طبعا بديها ذهنيا وجسديا. يعني أنا أكيد بوافق أستاذ روميو بهالحديث، لأن أنا بالنسبة لإلي الصوت لوحده ما بيكفي أبدا، والدليل على هيك أنه في أصوات كتير مهمة بالعالم العربي ضاعت لأنه ما في وراها ولا إدارة ولا شخصية. اليوم
بعصر التلفزيون والراديو وكل وسائل الانتشار التاني يعني ما فيكي بقى تفصل الشخصية عن اللي بيصير بالصوت. الشخصية جزء منه. مشان هيك أنا كتير بهمني إنه اشتغل على شخصيتي كمان، بمعنى إنه التمرين الدايم مهم، والثقافة للفنان كمان كتير شغلة مهمة. التدريب التمرين والثقافة هني مش لشيء إلا ليعرفوا الفنان ذاته على طاقته. صحيح، على طاقته. هلأ من ناحية تانية بضل في الإطار يلي بينحط فيه الفنان أو الهالة اللي بتنرسم حوله، هيدي كمان شغلة كتير مهمة، لأنه الفنان بيبقى للناس مثال يتمثلوا فيه بتصرفاته بأخلاقه، بأنه ربنا خصه أكتر من غيره. ومشان هيك لازم تكون هالهالة من الطهر والنقاء والأخلاق والإشعاع، بأنه تستاهل أنه كل هالناس يطلعوا فيها وينبهروا. جميل جدا. وهون بعلق أنه ما بيكفي الإنسان أنه الجمهور يزقف له ويحمله على الراحات ويحترمه، لازم هالفنان يعمل جهد أكبر وأكبر تدل بهيدي الهالي. شي كتير فظيع أنه تنكسر الهالي وتشوفي إنسان عادي أو أقل من عادي طبعاً ببعض النواقف. طبعاً بيبقى في شيء كان بديك تجاوبيني عليه وما حبيتي، ما بعرف ليه، هو أنك أنت بعدك عم تتعلمي مثلاً الموسيقى، وبعتقد عائلة العود وهي شغلة حلوة الناس يسمعوها. أكيد أنا ما بوقف تمارين، لأنه هيدي الشغلة بتحسسني أول شيء أني عم بستاهل الزقفة. أنا بستحي لما بروح أعمل حفلة ما بكون قبل شغلة يطلع، يعني ما بكون متمرنة تعباني جاي على البيت بدي صار في نام لأني تعبت بالنهار. أنا لما حدا بزقف لي وما بكون شاغلة بحس حالي كذابة، وأنا ما بحب الكذب، بحب استاهل زقفتي. جميل. وأيضا كمان في ناحية كنت حابة أنك تذكريها، ناحية اللي بعرف عنك هي قضية الرياضة اليومية والرقص. ما نحكي عنه كمان يلي بيساعدوا على الإطلالة، وعلى لأنه مثل ما قلتي كمان هناك جسد يغلف هذه الموهبة والأخلاق كمان يجب الاعتناء فيه. بيبقى هون السؤال انه عرفنا كل هالمواصفات الغنيه الماجده الروميه، بيبقى اني اعرف برايك لونك مميز ما كان في مثله بالغنيه العربيه؟ انا ما بقدر احكي ابدا عن هالشيء. ناطرتيني انا ولا لالي انا جاوب عن هالشيء ابدا، بس اذا بقدر اعلق على هالموضوع بقول لك اني بتمنى اني اوصل لمستقبل تكون فيها الغنيه الى مميزات. يعني أنا عم بحاول، هذا كل شيء بقلك إياه، أني أعمل تجربة غنائية تحمل أفكاري وطالعة من حنايا روحي. بس ما بقدر قلك أنه أنا أغنيتي مميزة، لا مش رح قلك ست مدلان. شو حتقولي؟ لا بيبقى السؤال، بيبقى أنك حكيتي عن المستقبل، شو مستقبل غنيتك؟ مرات بتفكري فيها ولا ما بتخططي؟ بتنجحي بتعطي من قلبك وبتكتفي؟ شو بفكر؟ فكر كتير، بس كل ما فكرت بعم ما بعرف ليش بلاقي انه كل اسباب النجاح، يعني لما فكر بكتير ناس مرقوا قبل كيف عملوا، كيف صاروا هيك، ليش صاروا هيك، كيف اشتغلوا، بلاقي انه نحنا مرات، انا مثلا ما فيني احكي عن غيري، بس انا مرات كنت كتير عم دور كتير ابعد من ما لازم، الشغلة كتير اقرب، الشغلة تشبه الحياة بتنوعها وببساطتها. صحيح. إنه لازم الفنان كتير يكون بسيط ويحب قد ما بتحب الأرض. نحنا من الأرض ومنحنا منشبه الأرض بكل شيء. إلنا مواسم أفراح ومواسم حزن، إلنا مواسم جنون ومواسم هدوء. نحنا منشبه الأرض. اللي فعلا بريد إنه يكون شيء بالحياة لازم يعتبر من الأرض اللي طلع منها، لأنه هو جزء منها. أنا بشوف أنه حتى أقدر أكون هالفنانة المميزة يلي فعلا بحلم أني أصلها بنهار، لازم أكون أشبه الأرض ببساطتها وبعطائة حبها الكبير. حبها. ست ماجدة، أنت بتنتمي لجيل
جيل له مفرداته، له عاداته، له تصرفاته الخاصة جدا والمتميزة عن ما سبقه من أجيال. وبعتقد أنك صوت هالجيل، بتراعي هالموضوع، بتفكري كيف أنك تقدري توصلي له، بتفكري في هالموضوع أصلا أنه كيف تكوني صوت جيلك؟ طبعا بفكر كتير بهالشغلة. وهون بردك شوي للسؤال اللي حكينا فيه قبل، يعني بجرب افهمهم، بجرب حط حالي مطرحهم، انا وحدة منهم، بحس مثلهم، بفرح مثلهم، ببكي مثلهم. احنا بالنهاية كلنا انسان، والانسان يعني انسان انسان وين ما كان قضيته وحدة، وبس بيختلف طريقة التعبير من وقت لوقت، من جيل لجيل. أنا بس عم حاول أني كون صدى لهالناس. ولو بتشوفي قدي لما بكون عاملة شي حفلة بفوت بشوف، يعني أكيد بهموني كل الناس، بس في ناس معينين بهمني يكونوا موجودين، جيل أنا بنتمي لإله. إذا ما كان بحزن، بحس حالي خسران، انا بحب اخسر. حلو كتير. ما تحبي تخسري؟ لا، مشان هيك بتعملي جهدك انك تربحي على طول. ايه، نحن بنتمنيكي دايما رابحه، وبعتقد انه غنيتك متميزه بشخصك وبشخصيتك وروحك، بنتمنى لك دايما النجاح. شكرا لك. شكرا لك.